مرحبين وياكم بجولتنا في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في ولاية ميشيغان. هاليوم نحن راح ندخل بيت أبو عمار، راح نسلم عليه ونشوف أصدقائه ونشوف بعض من العوائل العراقية اللي متواجدة ببيت أبو عمار. خليكم ويانا وخلينا ندخل البيت أبو عمار. أهلا وسهلا أبو عمار. بعيد الوطن أمي أنا في دمي بين علي غربتي بالوجه بشاني بالوجه بشاني. يا أهلا وسهلا قناة الفيحاء، يا هلا بأخت هيفاء بين أهلكم وقرايبكم وبيت أخوكم، ويا هلا بالعراقيين الطيبين، يا هلا بالفيحاء وكل العاملين فيها. اليوم راح عراقيه هاي اسويها انا، كلهم يتخبلون على ما اقدر ما افرغ بيتي من الكبه من الكبه وهالاشياء كل شيء. هاي 12 سنه 12 شهر هاي موجوده في الثلاجه. ام عمار هذا برغل هم مصلاوي، هذا برغل مصلاوي عراقي. ظلمتنا مثل مع العراق ظلمة الموصل، همينا كل أشيانا مع الموصل عراقية، ما عندنا دم مثل ما قلتولكي أكلة أمريكية احنا ما نسويها ولا توجد حسنا. العادات والتقاليد بقت مع عماي نفسها، إيه كل عاداتنا تقاليدنا مع العراق، ماكو مع الأمريكا ولا تدخل بعقلنا أصلا. شنو ياكلون هدوك؟ شنو نقلكي نضحك؟ هدوك همبرجر ما اعرف هالاشياء. احنا هاي ما تدخل بعد، اسوي باتشا، اسوي مناظير، اسوي كشكي، اسوي كبه مع كشكي، بس اليوم كنت تعبانه وما سويت. ان شاء الله غير مره اسوي غير اشياء. جزيلا ام عمار على هالاكلات المصلاويه. ام عمار هذا خبز عراقي، هذا خبز عراقي اخبز بالبيت، خبز رقاك اسوي، خبز هذا مع التنور مثل ما العراق اسوي، هاي القرص مع المي نسويها نسميها اسوي، يعني مثل ما قلت لك انا اشيائي كلها من جيتو هاي 27 سنه انا بامريكا، عاداتي تقاليدي كلها مال هناك. نقلتيها الى احفادك اكيد وابنائك اللي ولدوا على كلهم، على كلهم على كلهم على بناتي، اخذوا شمرتي كل شيء يسوون مثلي لحد الان. هالاشياء هاي موجوده، وهسا طعمكي هاي نسميها خبز مع الخلولة، هاي ناكلها بالعراق وقت الصوم الباعوثة وهالاشياء. هسا طعمكي من عندها مشوف فيها، ما حد ما يقدر يسويها اسويها انا، يتعجبون بيها. هذا خبز عراقي كل اسوي انا قبل بيوم، ومن اسوي كل من ياكله من عندي ما يصدق ابالهم خبزي مع المطاعم ما يصدقون. هذا خبز عراقي، لا حتى الاهل والقرايب اللي عملوا يعني ما يفكرون هو مال البيت، يقولون هذا على سعد عمرك مال باميه. يلا صفي باميه، هاي باميه هم عراقيه. هسه نحن نتغدى ببيت ابو عمار واكيد اكل عراقي، راح ناكل اكل عراقي، باميه، دولمه، كبه مصلاويه، البرغل، وايضا القوزي والزلطه، يعني كله اكل عراقي. خلينا نتغدى ونرجع نكمل حلقتنا. ماني محايده، بسلم على اهلي في القوز بيت
اخوي بيت اختي قرايبي كلهم ان شاء الله يكونوا بصحه جيده، اتمناهم كل السعاده والخير، ان شاء الله يكون العراق بخير، ان شاء الله يوم نروح نزور العراق ونشوف كل قرايبنا وكل جماعتنا. تحيه خاصه الى كل العراقيين في العراق. Hello everybody, I'm Karima Najiba Savaya's daughter. I'm just saying hi to everybody back home in Iraq. I hope you guys are all doing well back there, and we pray for you guys every day that we guys get better and everything goes well over there for you guys. Hi, how are you guys? I hope you're all doing well back home. We pray for you every day for everything to get better and good luck, and I hope everything gets better back there. Salami al Iraq wa ala kull al Iraqiyin wa ala indi ahl bil Mosul Palestine. أريد أسمع أخباركم وأشوف الأولاد شلونهم وعلى كل العراقيين، وأتمنى إن شاء الله يكون صحة وعافية وزينين وفرحانين، وإن شاء الله يوم يصير العراق زين ونجي نزور العراق لو كنا طيبين. أتمنى حتى أجيبكم أكلي وعزبتكم الأكلات كل العراقية ومصلاوية. نشكر قناة الفيحاء اعطتنا هاي الفرصة. نشكر قناة الفيحاء ووجودها هنا ويانا ويا كثير من العوائل اللي تمتعنا كثير بالأكل العراقي الطيب والتحلي. عيش الناس لحظات جميلة في أرض الوطن، ولا شعرنا قربة سلم على أهل كافة، وأتمنى من الله عز وجل أن يعم السلام في